السلام عليكم أنا سوريا ودي قناه سريه شانل واحنا النهارده هنعمل مع بعض تورته بسيطه وسهله غير مكلفه خالص وكل سنه وانتم طيبين عام جديد سعيد اللهم اني اسالك خيره واعوذ بك من شره اللهم اجعله عاما مليئا بالسعاده والفرح اللهم اني اسالك ان تحقق امانينا وان ترزقنا حياه طيبه مع من نحب وان تجعل هذا العام سعيدا علينا وعلى الجميع دي تورتة عاملاها لاخواتنا المسيحيين تورتة بسيطة وسهلة مقاديرها موجودة او هنقول مع بعض بالظبط انا اشتريت مقاديرها بكام كلفتني كام ويلا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي اول حاجة انا اشتريت دي اسبونش جاهز النص كيلو دي اسبونش بيعمل صينية مقاس 28 انا جبت الكيلو علشان هعمل قالب كبير مقاس 36 انت ممكن تقسمي النص المقادير اللي انا هقولك عليها دلوقتي انا عاملة كيلو انت ممكن تعملي نص انا جايبة الكيلو باربعين جنيه الدقيق اللي. لكل نص كيلو انا هقولك مقدار النص وانت بقى زودي زي ما انت عايزة لكل نص كيلو اربع بيضات اربع بيضات كبار لو البيض بلدي او صغير خليهم خمسة ولكل نص كيلو كوباية الا ربع لا لبن ساقع متلج يا مية ساقعة متلجة اللي انت عاوزاه المتاح عندك والموجود وشوية فانيليا بس عشان زفارة البيت بقى كل اللي هحتاجه نص كيلو دي اسبونش بجيبه جاهز من عند العطار بعشرين جنيه هجيب كمان تسع بيضات او لا سوري خمس بيضات او اربعة لو البيض كبير الاربع بيضات هيعملوا معايا تقريبا هي البيضة بتقولي بتلاتة جنيه تلاتة في اربعة باتناشر جنيه البيض وكمان حطيت شوية فانيليا وكوباية لربع ربع يا لبن يا ميه المتاح عندك بس هتحطهم كله على بعضه زي ما انتوا شفتوا وهتنيني اضربها لحد ما قوامها يتضاعف وكمان لونها يبقى ابيض جدا نفس لون الكريم شانتي شايفين عامله ازاي انا ما وقفتش ضرب 10 دقايق حطيت الدي الاسبونش على البيض على اللبن على الفانيليا وتنيتني اضرب بس اهم حاجه اللبن يكون ساقع او متلك حاطه في الفريزر شويه وتنيتني اضرب لحد ما قوام تضاعف خالص وبقى لونها ابيض خالص كدا. ده قارب ستة وثلاثين مقاس ستة وثلاثين النص كيلو بياخد قارب مقاس ثمانية وعشرين هحطها كلها في القارب بتاعي انا القارب ده دهنته ده بشبهها حته سمنه يعني شويه سمنه او زيت وشويه دقيق عشان ما يلزقش اللي, اللي ما عندوش ورق زبده انا عندي ورق زبده بس انا عملتها النهارده باقل اقل حاجه يعني ان التره دي انا سالت عنها الليمون دول غالية جدا سعرها بقى اوفر زياده عن اللزوم يعني انا حطيتها على درجه حراره 180 اخذت من ساعه لساعه وربع درجة حرارة 180 من ساعة لساعة وربع عشان دي قارب كبير ممكن لو النص تاخد شوية أقل عامل بقى الكريم شانتي كريم شانتي كوباية عملت الفنجان اللي انتوا شفتوه ده مليان بودرة كريم شانتي وحطيت عليه اتنين فنجان من نفسه يا لبن متلج يا مية انا جبت كيسين كريم شانتي الكيس بثمانية كيسين كريم شانتي الكيس بثمانية <applause> وحطيت عليهم يا تحطي كوبايتين لبن يا كوبايتين ميه اللي المتاح عندك بس اهم حاجه برضو يكون ساقع متلج في الفريزر يعني حطيهم في الفريزر يتلجوا شويه ويسقعوا جامد خلاص كانت الكيكه بعد ساعه وعشر دقايق تقريبا كانت استوت معايا بصي ناجحه جدا ما بتهبطش ومش فاشله خالص الدقيق اللي بتجيبيه جاهز من عند العطار تحطي عليه المكونات تضربيه عشر دقايق بيطلع معاكي الكيك ذات نفسه الاسفنجي بيطلع ناجح جدا جربيه أنا قال بعد ما بردت تماما قعدت أربع ساعات بردت تماما بعد نص ساعة أو ساعة ربع غطيتها بفوطة نظيفة وسبتها تبرد أربع ساعات تقريبا خلاص بقى بردت خالص قلبتها وأنا بحب أشيل الزوائد اللي هي بتبقى شوية لونها غامق بالسكينة كده بالراحة هحاول أشيلها وبعدين هبتدي بقى أقسمها نصين الكيكه بقى دي هنقول تكلفتها بالظبط انا جبت نص وهنقول نص كيلو النص كيلو دي هي سبونش ب الاربع بيضات ب جنيه البيضه بتلاتة كمان جبت آه، كيسين كريم شانتيه الكيس بثمانية جنيه الكيسين بستاشر عندك الممكن تستغني عن اللبن وتحطي مية متلجة انا انا قسمتها نصين وسوقتها نص بالشوكولاته الخام ونص بالفراوله مع الكريم شونتي مش ممكن تسوقيها بحاجه واحده بس انا بقى خلاص قسمتها نصين هسقيها لبن مش عندك لبن ميه بسكر مش عندك لبن ميه بسكر سقيها ميه بسكر انا سقيها بلبن لكل جانب تقريبا نص كوبايه لبن خلاص دي مربى عندي دي مربى التين لو عندك مربى فراوله مربى مش, مش اي نوع مربى عندك حطي برضو حاجه بسيطه كده وحاولي ت... توزعيها في المكان كله هحط تقريبا ثلاث معالق كبار كده او اربع معالق من الكريم شونتي اللي احنا عملناه وهحاول افرده برضو ببصي بابسط حاجه مش هنعمل اي حاجه فيها تزويق بقى ولا فن ولا الكلام ده ابسط حاجه هحط جواها موز برضو الموز بيديها طعم حلو جدا وانا من الناس اللي بحبها لان كانت امي ربنا يديها الصحه على طول واحنا صغيرين بتعمل لنا تورته بتبقى حشيها موز فده يعني بالنسبه لي بتبقى حلوه جدا وانا بحب الموز جدا فبرضو الموز بيدي طعم حلو قوي فانا هحط موز دي على فكره كانت ايد اختي وايد بنتي فاحنا كنا يعني مشاركه عائليه <applause> كنا كلنا بنعمل فيها حطيت بقى الموز هوزعه بالطريقه اللي انت عايزاها افرديه بالطريقه اللي انت عايزاها مش عايزه تحطي موز ما تحطيش مش عندك موز ما تحطيش هي اخد معايا القارب ده خد معايا ثلاث صوابع موز مش حجمهم كبير حجمهم وسط هغطي الموز برده بحبه كريم شونتي كده عشان اضمن ان هم ما يسمرش لان لما الموز بيتعرض للهواء بيسمر فانا بكتمه كده عشان ما يسمرش ولونه يغير معايا ويدبل بس هغطيه على قدر الامكان كده كانت حتة كبيرة فاخدتها بقدر الامكان كده تغطيه ان هو ما يخشلوش الهواء بس خلاص الجنب التاني برضو هسقيه وحطيت له بس مسحة بسيطة كده من الكريم شنطية وحطيته عليها مفيش اي حاجة يعني حصلت محتاجة اي حاجة يعني الدنيا سهلة خالص وبسيطة نص الكوباية التاني هسقيه هكمل بقى بقيته سقيان التورتة هشربها بس كده عشان تفضل طرية وهشة معي هحط بقى بقية الكريم شانتيه هوزعه في الجناب وفي على الوش وفي الجناب وكله نيجي بقى نكمل بقية احنا عملناها بكام عشرين الضيق الاسبونش اتناشر يبقى كده اتنين وتلاتين وجبت كمان شوكولاته خام الشوكولاته الخام انا جايبه اللي هي القارب ميتين ميتين جرام باتنين وعشرين جنيه ده ممكن على فكرة تعمليها بالشوكولاتة الخام بس وممكن تعمليها بالفراولة لان انا جبت كي نص كيلو فراولة كمان الكيلو بعشرين هنقول نص كيلو بعشرة نص كيلو فراولة بعشرة او شوكولاتة خام يا تعمليها بكده يا بتعمليها بكده القارب شو... الشوكولاته الخام تقريبا كانت ب 22 جنيه ل 200 جرام والكريم وال... شانتيه ب 16 جنيه 16 جنيه ما كلفتنيش كتير ما كملتش 60 جنيه يعني تكلفتها ما كملتش 60 جنيه أنا سألت عليها بر في محل عادي جدا مش محل معروف ومش مشهور محل عادي جدا التورط بتبدأ بميتين وستين جنيه اللي هي مقاس اربعة وعشرين <applause> فدي مقاس ستة وثلاثين ما ستين جنيه وكلنا كلنا هناكل منها العيلة كلها تاكل منها أنا وأمي وأخواتي وأولادي وبنت ولادي أخواتي كلنا هناكل منها وهيتبقى منها وهننبسط من طعمها لأن طعمها عارفة وضامنه أنت حاطة فيها إيه وما كلفتكيش ستين جنيه بجد فأنت قومي اعمليها ما تخافيش ان الحاجه تبوظ منك حاولي وجربي وسمي الله وانت بتشتغلي وان شاء الله ربنا هيكرمك انا بقى جبت ده تقريبا نص كيلو فراوله قسمت الفراوله نصين بالطول بس وحطيتها كده والنص التاني كان خدت منه مكعبين ال 200 جرام بتوع الشوكولاته الخام بشرتهم وحطيت الباقي مع, نص كوبايه لبن على النار الشوكولاته الخام ده وبتاع حطيت النص شوكولاته خام وحطيت على الشوكولاته اللي انا ما بشرتها والتاني فراولة عاديه جدا مش مكلفه يعني تشوفوا كل الناس عندنا دلوقتي الفاكهه بتاعت الشتاء الفراوله والموز والبرتقان والاستفندي فدي فراولة نص كيلو حطي قطعت كل واحدة اتنين وحطيته كده بس من التورتة دي هتبات مش هاكل منها دلوقتي فالفراولة ممكن لو دخلت التلاجة تتبل معايا فدول معلقتين اتنين جيلي فراولة دوبتهم في معلقة مية وبالفرشة كده هحطهم عليها عشان اضمن بس ان الفراولة تفضل فريش معايا ما تتبلش لو هتاكليها طازه مش محتاجه خالص خطوه الجيلي ولو عادي يعني لو الموضوع مش م... مش ان هو ان انت بتحبيش الفراوله دبلانه او لو دبلت شويه الفراوله بيزيكي ما تحطيش ال... الجيلي بس خلصناها <applause> ابن اختي بقى كان يقول لي اشمعنى كلهم عملوا وانا ما عملتش فحط معايا البابا نويل عليها وكلنا عملناها كلنا انبسطنا احنا بنعملها سهله وبسيطه ما كلفتنيش كتير هناكل كلنا منها وننبسط طعمها حلو جدا صدقوني غير بتاعه بره خالص طعمها مختلف طعمها حلو جدا ضمن انت حاطه فيها ايه وبرده حاولي تسعدي عيالك وتبسطيهم باقل حاجه كل سنه وانتم طيبين كل سنه واخواتنا المسيحيين كلهم طيبين عام سعيد علينا وعليكم بحبكم كتير اشوفكم بعدين مع السلامه